الكازاخستاني عزيز بيك كودراتولييف الكازاخستاني نجد هنا صعوبة عالية F في البداية نعم أيضا هذه صعوبة عالية E وارتكاز صليبي من صعوبة C الحين أنا فهمت كلمتك لما قلت يعتمدون على القوة هذه كلها الحركات يعني فعلا لما تثبت نفسك بحركة اللي سميتها رباط الصليبي الصليبي هذا فعلا قوة أكتاف عالية جدا يا مواكتك إلى المرجحة وقف اليدين هنا نلاحظ أخطاء مثل مرجحة الحلق هنا خطأ كبير يخصم عليه 5 أشواط في الفيلم أنا عجبني الاستديو في تفاعل بين لاعب مدرب وحكم يعني في 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 حركات بينكم قاعد تصير هنا القوة بالضبط يا مواكي بايك من الصعوبة دي ايضا سوالو من الصعوبة اي فينش كان في خطأ كبير لكن مجمليا جملة حلوة لا بأس فيه متى يقرر اللاعب يعني اعطاء النهاية او الفينش دائما الفينش يكون متطلبه يكون على اخر الجمله يعني يؤدي تقريبا 9 حركات العاشره يختمها بالفينش يعني مش في وقت معين مو مطلوب منه زمن لا مش في وقت معين مطلوب منه يؤدي مثلا 10 جمل او 8 جمل لا مطلوب منه هو 8 حركات 8 حركات الا الارضي الارضي ينحسب بالوقت الأرض اللي هو أول مسابقة إيه بالضبط عندك تقريبا دقيقة وشيء فيها لازم تخلص قبلها وبالنسبة حق البنات نفس الموضوع لكن في موسيقى $14,975